أم أحمد؟ 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 نعم؟ شو أخبارك؟ وضعي عطانة. من ساعة ناديك؟ نعم؟ من ساعة ناديك أنا؟ لو تري بس أنا قاعد يمك بس مرة أطلع غير مو بالريايين. هذه أنا الجهاز. إيه أنت الجهاز؟ إيه؟ هيا الله الجهاز. حصة أم أحمد بحرينية مكافحة تعمل كمراسلة في أحد المدارس وتجتهد كل يوم عشان توفر حياة كريمة لها ولولدها الوحيد أحمد. هي شخصية محبوبة ومعروفة من الجميع، يحبونها الطالبات وايد. بسبب بعض ظروف العلاج اضطرت أم أحمد أنها تقترض من البنك، استمر الحال وتراكمت الديون وصارت عليها قضية مالية. انت بخير يما؟ ايه شخبارك؟ الحمد لله. يما وين ساكنة؟ لا انا هاك ساكنة في دلالي وساعات اسكن بيت اخوي في الحد، يعني بيت مو عندي. زين يما شنو وظيفتك؟ انا عامل امي. يما احسك شايلة هم. الحمد لله، يعني بعد الواحد تعرف يعني محتاجة. انا اولا علي وايد حق ان اعطي حق المحكمة، وبالتالي يعني تري قرض البنك وقرض يعني وايد علي وايد، ما اقدر استحمل، لكن الحمد لله. قصرت شيء في اثاث البيت؟ الاثاث؟ اي نعم. ما عندي الا سرير. انزين بسم الله لك، يعني كبت مكسر اي سي، يعني الحمد لله عندي اي سي بس اكيد. يعني يما احنا نقول لك تم في ظرف بيطلع لك. يا ليش؟ هذه كوبون اثاث مقدم من مفروشات احمد شريف. كم شو اسمه يعني كلفت على روحكم؟ والله العظيم لا يما ما في كلافه. والله العظيم وما خلتني اصيح. يما في ظرف ثاني بيطلع لك. هما في ظرف ثاني بيطلع لك. هذه كوبون مقدم من شرف دي جي حق الالكترونيات. على عمرك يسلم امي. يما يما امي ادمها غالي. يما يا عمرك يما يسلم، عم عمرك طويل ابوي، سخر لك يا يما، ما في السماء وما في الارض. عمرك يسلم يا يما. يما ابوي رمضان قريب ودنا نذوق طباخ يدك. ويا عليك تعالوا عندي. هذه بعد كوبون حق موجة رمضان يما. عمركم طويل يا يما، الله يسخر لك، تشوفها في ميزان حسناتك يا يما، تشوفها في ميزان حسناتك يا يما. يما انت من ساعة قلتي ان عليك قضية مالية. ايه بوي علي قضية في المحكمة، الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا وليدي، يعطيك الله رب العالمين يا يما. انزين يما ابوي نقول لك تم بيطلع لك ظرف في مبلغ سداد القضية. تستاهلين اكثر يما. يا عمرك يما يسلم، عمرك طويل يا يما. يما عندك قرض في البنك؟ اي بوي عندي، لان كل من خذت اضافه يحسبونها علي قرض، كل من خذت اضافه يحسبونها علي. حق شنو اضافه يما؟ اخذ اضافه حقي انا يما.
حق شنو؟ يعني حق اللي انا ابغى اروح اعالج روحي، حق اني ساعات وايد يصير الكوليسترول وايد مرتفع، يعني يسوون لي اشياء وايد الحمد لله. هذا امرك يسلم يا يما، سخر لك يا وليدي، ما في السماء ما في الارض. سخر لك يا وليدي. يما طلعي تحت. يما هذه مبلغ قرضك بالكامل. لأنك تتحملين التعب وتبذلين جهد في عملك، تستاهلين بعد هالمشوار الطويل أنك ترتاحين وتعيشين براحة بال. فاعل خير اختار قصة ام احمد واصر يدفع تكلفة دينها بالكامل. فخر الله الحمد لله رب، اقول لك الحمد الشكر، اقول لك الحمد الشكر يا يما، اقول لك الحمد الشكر يا يما.